قابلت الزمالك كتير انت جدا بأقمصان مختلفة، جدا وكل الماتشات كانت بتقول ان انت لعيب محترم وعندك نزاهة وبتجر فرقتك ايا ما يكون الفرقة اللي بتلعب انك تكسب الزمالك. مفيش وقت من الاوقات حسيت انه فتح الله تقاعس عن دوره؟ لا بص يا ابراهيم، الموضوع مبدئيا امانه. يعني الموضوع امانه ملوش علاقه ولا انت تتهاون ولا انت تغل. يعني ولا هتتهاون قدام الزمالك لو انا ديك، ولا هتغل ولا هتمثل ان انت بتحترمهم. لا دي حقيقه ان انت بتحترمهم، بس انت في الاخر عندك امانه وشرف ان انت بتلعب بتشيرت نادي تاني، هتقاتل زي اي حد بيحترم شغله. وفي الاخر ده حاجه يعني بتحسب لك وتحسب للنادي اللي انت قعدت فيه كتير ودفعت عن التيشيرت بتاعه كتير. فانك تلعب بشرف وامانه باحترام، يعني ولا عمرك مثلا تستفز الجمهور، ولا عمرك تعمل مشكله مع حد. بتلعب بتنزل تأدي، تكسب تخسر، لكن بتلعب بشرف. صحيح. وده حاجه يعني لعيبه كتير بيعملوها مش انا بس. يعني الشيفت كان عامل ازاي؟ بس على فكره الموضوع بقى صعب جدا، صعب جدا. انا اول ماتش ضد الزمالك بعد ما مشيت بشهرين مثلا، ما كنتش انا كنت محدد ان انا همشي من الزمالك في الشهرين دول، لما كانت زي ما قلت لك الرغبه مشتركه. أيوه. ان انا هلعب بره مصر. حصل حاجات وكواليس وتاخرت في ردود على ناس. كان عندي عروض كتير بره مصر، حوالي 3 عروض من السعوديه ولا من 3 بلاد. كان سعوديه وامارات وقطر. فانا ما كنتش فاهم الليله، يعني ما كنتش فاهم ان انا لما يجي لك عرض من بره لازم تمضي. مش هتمضي، هتتاخر 3 ايام، هيجيبوا لعيب من الهند. بيجيبوا اي حد في ثانيه. فانا ما كنتش فاهم كده، عمري ما طلعت بره يعني. فكنت فاكر انهم هيموتوا عليا ان انا ميسي وانا مش واخد بالي. وخلاص الناس بتكلمني والعروض جات لي والحاجات. عايز اقول لكم اكتر واحد بيقطع اي حد ويتريق على اي حد ويتريق على نفسه عادي، ما عنديش مشكله. لا بس بالحق يعني. ما بظلمش حد. فالمهم الحاجات دي حصلت، فاضطريت ان انا العب في مصر. خلاص العب في مصر في حاجه عكس اللي انت كنت بتخطط له. ان انت هتلعب في مصر بنادي، يعني التيشيرت نادي تاني ايا كان النادي غير الزمالك. فاول ماتش ضد الزمالك تحس ان انت مضروب على دماغك، يعني مش فاهم. لا انت مش ايه ده، حاسس ان انت بتحلق. ايه ده يعني ازاي الزمالك بيسخن هناك كده بالتيشيرت الابيض وانا في نص الملعب التاني بالتيشيرت تاني؟ ده طبيعي؟ ده صح يعني؟ ده فانا مش مركز يعني، حاسس ان عايز الارض تتشق وتبلعني. ازاي ده الجمهور ده اللي كان بيهتف لنا واللي عمل اسامينا ايه ده؟ فالقصه بتبقى اول ماتش محتاجه شخصيه قويه. لا جدا لكن انا كنت مش مصدق في اول ماتش. بعد كده الدنيا خلاص بتهدى شويه، بتعرف خلاص ده امر واقع، انت بتلعب في نادي تاني ضد الزمالك وهتلعب الزمالك، ونادي صحيح له خير عليك وبتحبه وبتشجعه وجمهوره له فضل كبير عليك، بس هو ده الاحتراف. يعني بدات افهم الاحتراف من تاني ماتش العب ضد الزمالك، بس اول ماتش ما كنتش فاهم الدنيا كده. ما كنتش فاهم الدنيا. لا انا ما كنتش فاهم. طيب